السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الركن الذي إذا تركه المسلم عمدا يعتبر كافرا؟ هل هو ترك الصلاة والشهادتين فقط أم كل أركان الإسلام لقتال أبي بكر رضي الله عنه للذين امتنعوا من دفع الزكاة؟ نعم، الأركان التي يقاتل من تركها هي الثلاثة: التوحيد والصلاة والزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذي يعقل الزكاة ولا يخرجها ويقول انتهى وقتها بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه مرتد عن الإسلام. نعم. أما الذي يمنعها ويقول لا هي باقية، إخراجها باقي وأشهد أنها حق وأنها باقي إخراجها إلى أن تقوم الساعة، لكن يمنعها بخلا فقط، هذا لا يكفر. إذا منعها بخلا مع إقراره بوجوبها وركنيتها هذا لا يكفر، لكن تؤخذ منه قهرا، ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل. نعم.